اول شك وهو مهم جدا، المهم انك تعرف الخلل جه في اي مرحله لعبه بالظبط. هل الخلل جه في مرحله لعبه الزمالك فيها واخد شكله الدفاعي بشكل سليم؟ اللي حصل في الهدفين اللي جابهم فيوتشر انه في الحالتين كان الزمالك في مرحله تحول. اول لقطه كانت عن طريق محمد صبحي اللي لعب باص مش مظبوط لوسط الملعب قطعها جونسون، ثم فيوتشر بدا يعمل التحول، ودي حاجه قلنا الزمالك عنده فيها مشكله. الكره كانت مفترض انها تمر بشكل عادي جدا لو كان ارتكاز الزمالك وقف في مكانه بشكل كويس قافل منطقه المنطقه اللي قدام ال18 كانت الامور عدت بسلام. لكن خلينا نتكلم عن اللقطه الثانيه والهدف الثاني اللي سجله احمد عاطف، عشان هي لقطه متكرره اكتر قدام الزمالك. الطبيعي والعادي لو انا كمدير فني وعندي موقف 2 ضد 1 في الخط الاخير، ده موقف جيد جدا، موقف جيد جدا لاي مدير فني. المعضله كلها كانت في انه الاثنين اللي كانوا موجودين من الزمالك اللي هو المسلوسي ومحمد عبد الغني، الاثنين ما كانواش عارفين ايه الدور الطبيعي اللي المفروض يعملوه. وهي دي مشكله لعيبه الزمالك في اغلب التحولات، اللعيبه ما بتبقاش عارفه امتى هتعمل ايه. ايه الحل اللي اسوري ممكن يعمله في ده؟ الحل اللي ممكن يعمله اي مدير فني، كل ما الكوره كانت في رجلك اطول كل ما فرص مهاجمتك للخصم بقت اصعب. طب ده شيء صعب او مش متاح بالنسبه للزمالك دلوقتي. ايه الحل اللي ممكن يعمله؟ ممكن نرجع لبيب جوارديولا. بيب جوارديولا عشان يتفادى مشاكل التحولات كان بيحاول اغلب الوقت يخلي الخصم بتاعه في اخر ثلث من الملعب، يعني هو بيحاول دايما يخش مع الخصم في مرحله الفينشنج او مرحله الانهاء. هو دايما عايز الخصم يفضل يعني موجود في مكانه الدفاعي اكتر وقت مظبوط، علشان خاطر في وقت التحول لعبته تقطع مسافه طويله جدا من الركض من اخر الملعب لاوله، علشان خاطر يبقى ضامن انه المساحه دي كلها من الجري هتبقى يعني صعب ان هو يقدر يعملها مثلا في وقت متاخر في المباراه. وحتى لو في وقت بدري هيبقى في مساحه ان لعبتي كمان تقدر ترجع لو انا عندي لعيبه عندها سرعات، زي ما قلت لك في وجود عمر جابر مثلا قدم ده بشكل كويس في اكتر من لقطه. ابراهيم ضيع عملها اكتر من مره على الطرف الشمال، ممكن جدا تلاقي احمد زيزو بيرتد في اوقات كتيره، لكن برضو هيظل ده كله شيء صعب. لكن الاجابه العام على السؤال ده هو انه صعب جدا تتفادى مشاكل الزمالك في التحولات طول ما لعيبه وسط الملعب عندك بتفقد الكره بمنتهى السهوله. لكن اللي اقدر اقوله انه الشوط الاول من زمالك فيوتشر شيء نادر جدا انه يتكرر قدام الاهلي، لانه الزمالك قدام فيوتشر كان بيلعب باتنين راس حربه، وده شيء هو مش هيعمله قدام الاهلي بمنتهى البساطه. هو كان فكره اوسوريو في المباراه دي ان هو محتاج يلعب باتنين رؤوس حربه علشان خاطر فيوتشر كان بيدافع بثلاث لاعبين، باسم علي كان بيرجع جنب علي الفيل، وكان جنبهم جونسون نجويم، وكان احمد رفعت بيرجع اوقات بعدها مصطفى البدري كان بيرجع، والناحيه الثانيه عمر كمال. فكره كابتن علي ماهر انه لما يتقدم عمر كمال يبقى باسم بيغطي مكانه، وفي نفس الوقت جونسون مأمن الحته دي كويس جدا، فما عندناش مشكله لما هنرتد عمر كمال هيرجع وباسم هيرجع بقينا خمسه. طول ما انت بتهاجم بشكل طول ما انت بتحضر بشكل ثلاثي او بتدافع بالباك 3، هيبقى الزمالك عنده فرصه كبيره جدا ان هو يخلي زيزو او يخلي زيزو هو اللعيب الحر بتاعه قدام الارتكاز اللي هو عليه الفيل. ده شيء مش هيحصل قدام الاهلي، لانه بمنتهى البساطه الاهلي بيدافع باربعه ورا، بالتالي الزمالك هيرجع للشكل الطبيعي بتاعه اللي هو الارتكاز الاساسي اللي هو رؤى وجنبه ارتكاز زايد. سواء الارتكاز زايد ده واحد هيرجع معاه من قدام سواء هو زيزو او شيكابالا، او واحد هيخش معاه من الدفاع اللي هو فتوح. بالتالي متوقع ان الزمالك يكون اجود بالكوره من اللي حصل قدام فيوتشر، لانه بمنتهى البساطه الشوط الاول قدام فيوتشر ما كانش فيه احمد فتوح، واحمد فتوح حاليا هو اعلى لاعب جوده فيما يخص الاستحواذ على الكره من الزمالك. فبالتالي فتوح هو اللي بيحل كل المعضله دي. وفي الشوط الثاني قدام فيوتشر لما فتوح نزل شفنا اكتر من لقطه الزمالك كان بيتحط تحت ضغط، لكن فتوح كان بمنتهى المهاره، يا اما بيراوغ يا اما بيلاقي المسار التمرير الجيد عشان يقدر يخرج بالكره.